السلام عليكم. النهارده هنتكلم على النيم بليت بتاع السيركت بريكر. في عباره مهمه قوي بليه عن النيم بليت بتاع السيركت بريكر، لاي جهد 11 66 220 132 400 كيلو فولت. او اوبن 3 من 10 سكند، سي يعني كلوز، اوبن 3 مينت، كلوز اوبن. فاحنا عايزين نعرف العباره دي معناها ايه بالظبط عشان نفهم معناها ايه على السيركت بريكر. طبيعي اهي، ادي اوبن، الحرف ده يعني اوبن 3 من 10 سكند، كلوز اوبن 3 مينت، كلوز اوبن. هنفصل ان حصل فولت، فجهاز الوقايه هيدي امر فصل للسيركت بريكر، او ادى امر فصل فالسيركت بريكر تاب. لازم نستنى 3 من 10 سكند عشان ندي السيركت بريكر امر كلوز تاني. كويس، خلاص ادينا امر كلوز السيركت بريكر، خلاص اقفل. لو الفولت ما مش موجود خلاص السيركت بريكر ريمين كلوزد. هتسالوني احنا الحاجات دي بنستخدمها في ايه؟ دي بنستخدمها في حكايه لما يكون جهاز الوقايه الاوفر كارنت مثلا، او الديستانس متركب على دايره او خط اوفر هيد لاين، ففي بنخلي خاصيه الاوتر كلوزنج لو حصل عطله مرحله اولى ان الاوتر كلوزنج يفصل يعيد توصيل تاني يعمل ريكلوزنج للسيركت بريكر. فالوتر كلوزنج ما يقدرش يعمل يدي امر كلوز تاني للسيركت بريكر الا بعد ما يفوت 3 من 10 سكند. طيب خلاص اداله امر كلوز، خلاص الحمد لله ما فيش عطل، خلاص السيركت بريكر بيفضل ريمين كلوز. طب جه اداله تاني امر كلوز لكن لسه في عطل تاني، فالسيركت بريكر طبعا جهاز الوقايه هيديله تريب. ما ينفعش بقى نديله تاني امر كلوز الا لما يفوت 3 مينت. لو حصل لا قدر الله انه ما عدوش 3 مينت دي، ممكن السيركت بريكر يحصل انفجار جامد فيه، فلازم يستنى 3 دقايق عشان يدي امر كلوز تاني، ودي بيبقى اسمها سكند شوت. يبقى لما بيحصل عطل على دايره او خط اوفر هيد لاين، اي خط هوائي وفصل، فالاوتر كلوزنج بيدي امر توصيل وبنقول عليها وان شوت. اهو خلاص ادى وان شوت، لو الجهاز ما فيش عطل خلاص السيركت بريكر في الخدمه. اللي حصل عطل لسه موجود، القطع بيفصل، فبيديله امر كلوز تاني وبنقول عليه سكند شوت، بس لازم يفوت عليه 3 دقايق. اهو خلاص السيركت بريكر كلوز. خلاص افرض العطل ما فيش عطل، خلاص الريمين كلوز دي سيركت بريكر. افرض العطل زي ما هو موجود، خلاص السيركت بريكر تريب. دي حاجة مهمة جدا في السيكونس بتاع السيركت بريكر، ودي من الحاجات اللي بنختبرها لما نيجي نستلم قاطع من منتج من شركة اي اي بي بي، شنايدر، سيمنز. لازم نجرب السيكونس ده عشان نطمن عليه ان هو بيشتغل بطريقة مظبوطة. ادي هو اوبن 3 من 10 سكند، ده اسمه الديد تايم. ده الديد تايم بتاع اللي بنحط بيه السيتنج في الاوتر كلوزنج، وبعدين كلوز اوبن، وبعدين 3 دقايق واسمه الريكليم تايم، وبعدين خلاص سكند اللي هي كلوز اوبن. خلاص لا كلوز يقفل لو العطل زي ما هو، خلاص هيقفل اوبن. العطل موجود زي ما شفنا في الصوره اللي فاتت، العطل خلاص راح، خلاص هيفضل كلوز. لو العطل زي ما هو هيفضل هيدي امر تريب ويبقى اوبن. خلاص يبقى ده اسمه الديد تايم وده اسمه الريكليم تايم. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تشترك في قناه الكتريكال باور سيستم، وشكرا جزيلا.